ايه؟ خلاص ماشي، خلاص العميد سوري يا باشا. لا دكتور، استنى حاجة، ما تجيبش ست، ما تجيبش اسم الوحدة، ما فيش أي حاجة. نعم؟ ما تجيبش اسم الوحدة. دي أول حاجة، وحدة والأستاذ محمد الحبوب يا عالم يا باشا. يا نهار أبيض، برضه الأستاذ محمد بيلعب معانا لعبة دنيئة، بس يعني الله الله، ده طلع ريكوردينج فعلا دلوقتي. يا نهار ابيض، صدق محمد هشيب. لا وش يا ريت، ايوه حبينا الورد. يلا يا ولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنعمل ريفيجن بسرعه للحشرات، ليه؟ علشان اهم حاجه ان انا لازم اروح اتفرج على الميكروسكوبات في التلفزيون، يعني العمل ده النص والكليه في المعمل لازم تتفرج على الطبيعه على الشرايط. طيب اول شرايط اخدها هي، احنا عندنا ثلاث انواع من الناموس، راس الناموسه شكلها ايه؟ الاقي فيها عينين وادي الراس، وبعدين الراس نازل منها خمس حاجات، اتنين انتنة او قرون استشعار، وهذه الانتنة مكونه من 15 قطعه، ودائما هما اللي على الاطراف. ماشي؟ يعني انا شايف شكل المصدر، شايف الهيد، الاقي دائما على الاطراف هما القرون الاستشعار. هذه الاطراف مكونه، الاتنه دي مكونه من كام قطعه؟ 15 قطعه. 15 قطعه. اهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 قطعة. يبقى اتأكد ان الأنتنة دي فيها كم قطعة؟ 15 حتة. يليهم المكزيلري بالب يطلعوا منين؟ طب المكزيلري بالب كم قطعة؟ 4. 1 2 3 4 1 4 قطعة. 1 2 3 4 كم انتن؟ كم انتنة بالب؟ 2. كم انتنة؟ 2. هفرق الانتنة بالمكزيلري بالب ازاي؟ اول ما اقول لك بسيطة، ان لقيت حاجة فيها اكتر من 6 سيجمنت تبقى انتنة. اوعي تقولي لي الاقي عليها شعر، لا، لان احيانا المكزيلري بالب يبقى عليه شعر اكتر من الانتنة. اولا هتاكد غالبا في الفريانتينك، وبعدين ماكسيلري بالب او عدد القطع. طب وبعدين في الجزء ده اللي هو الاساسي من الماوث بارت اللي انا مش عايز اعرف حتى اسمه. طب جميل، ادي ايه شكل الماوث بارت. احنا بنحفظ دي يا ولاد صور، صور هعمل عيني على الصور هقدر اعرف فيه. طب جميل، حاجه يا اولادنا على اول اثنين ماوس بار. اول اثنين ماوس بار مين؟ ابص فين الاول اثنين ادي واحد فين الانتنة؟ يا ترى دي ولا دي؟ الانتنة فين؟ يا ترى اللي هي احنا قلنا غالبا على الاطراف،
مش كده ولا ايه؟ غالبا على الاطراف، وهلاحظ ان دول كذا قطعه اكتر من اربعه، يبقى دول الانتين. يبقى الاثنين الماكسيلري بالب دول انا شايف كام قطعه؟ اربعه، مش كده ولا لا؟ اه ادي يا سيدي الماكسيلري بالب. طب هذا الماكسيلري بالب اربع قطع، هي شايفين فين الماكسيلري بالب؟ اتلخبطنا؟ لا، اللي لقيت الماكسيلري بالب منفوخ، لقيت الماكسيلري بالب منفوخ يعني رفيع رفيع في الاخر اتنفخ، هيبقى مين انفوس؟ هيبقى مين انفوس؟ مجرد ما الاقي الماكسيلري بالب منفوخ هيبقى ايه؟ مين انفوس؟ خلاص عرفتها من شكل الماكسيلري بالب. طيب تعالي على التاني، ادي الانتنة، ولو عملنا فوكس اكتر واحد اثنين ثلاثة أربعة قطعة صغيرة، وادي اثنين ماكسيلري بالب هم الاثنين الصغيرين. لقيت الماكسيلري بالب قصيرين قصيرين، الوحيد القصير المكيرة في المين كيوكس. تاني؟ إذا أنا ببص فين الماكسيلري بالب؟ أهو الماكسيلري بالب جمال قصير، تبقى دي في مين كيوكس. ماشي؟ الناحية التانية فين الماكسيلري بالب؟ أهو أدي الماكسيلري بالب رفيع رفيع، والاتنين دول منفوخين، ده يبقى إيه؟ مين أنفوخ؟ أنا عرفت الاتنين دول يا دوب من شكل الماكسيلري بالب، يا منفوخ يا قصيرة، قصيرة تبقى؟ آه منفوخة تبقى؟ مين أنفوخ؟ أدي يا سيدي اتنين موفار عرفتهم من الأربعة. أنا عندي إيه؟ أربعة ماوس بار بتاع الطاير. جميل. تعال على اللي هنا. فين الأنتنة وفين الماكسيلري بالب هنا؟ آدي العين وآدي الرأيين وآدي الراس، وآدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا لا دي تبقى كده الأنتنة. طب فين الماكسيلري بالب؟ من الثلاث حاجات دول؟ بتهيألي اثنين المتشابهين اللي هو ده وده. هل الماكسيلري بالب ده منفوخ؟ طب ما هو لو كان منفوخ يبقى على طول ايه؟ هل ده قصير؟ طب لو قصيرة اوتوماتيك تبقى ايه؟ حلو، ان كان لا كده ولا كده، هي تيجي على الانتنة. يا ترى الانتنة عليها الانتنة، اهم حاجة ما تخبطش الانتنة والماكسيلري بالب. لقيت الانتنة عليها شعر شنب يعني، يبقى راجل. أنا راجل بقى مين كيوبس أو الأيبس، لأن أنا عرفت إن بيبقى نقطة كان أساسا دي حاجة مميزة. إيه؟ الماكسيلري بالب. تمام؟ طيب تعال على دي. أدي الأنتنة، هي لو عملنا فوكس هتعمل فوكس معلش هتلاقي 15 قطعة، وأدي الماكسيلري بالب أدي 1 2 3 4، شوف الماكسيلري بالب بيتهيألك إن عليه شعر. ماليش دعوة. أكيد الماكسيلري بالب دي طويلة ورفيعة. زيها زي كده. بس أرجع الأنتنة ألاقي عليها شعر. خفيف أو مش شايفة. كده تبقى بدون شمع، تبقى في مين ولا مين؟ في مين مين بقى؟ أنفخ. يا سيدي أجزاء الماوس الموسكيتو. طب انت كنت قلت لي تلات ناموسات، ايوه ما هما فعلا تلات ناموسات. كيوريكس وشقيقتها قوي. الايدس فالاثنين ماوس بار شبه بعض. ثم الانوبيس الاعتبارات انتخالتهم اللي احنا قلنا اذا كان مين انوبيس يبقى المجزير البلد بتاعه ماله؟ ماشي؟ الفيميل كيوريكس المجزير البلد بتاعها مالها؟ سيارة. بس اجيب المجزير البلد صح؟ لقيت الماكسيلري بالب طويل ورفيع تبقى ابص تاني على الانتنة، لقيت الانتنة عليها شعر كتير يبقى راجل، يبقى راجل ايه؟ اه لقيت الشعر خفيف تبقى في مين؟ في مين مين؟ النفوس. وهذا مهم جدا ان احنا الكلام ده لازم نروح المعمل عارف.
اتفرج عليه في الكلية صح. صح. عشان مجرد ما اتفرجت مرة خلاص ان شاء الله هتبقى الموضوع سهل قوي. طب يا ولد تعالى على عندي ثلاث دبانات. ثلاث دبانات. اولا انا اسف يعني احنا قلنا كام ناموسة؟ في عندي ثلاث عائلات من الدبان. ثلاث عائلات من الدبان. طيب. العائلة الأولى عائلة الدبان المنزلية أو الماسكا دوميستيكا. الماسكا دوميستيكا اللي هي الدبان الإيه؟ المنزلية. هذه الدبان المنزلية حد منكم شافها وهي بتقرص؟ عمرك اتقرصت بالماسكا؟ لا ليه؟ ربنا عامل بقها اللي هو جزء الأسفل ده في سفنجة تحت. السفنجة تحت دي بسميها إيه؟ بسميها السفنجة اللي تحت دي. تقوم الراس لو تاخد بالك الدبانة تقف على ستول وإيه؟ وكأن السفنجة دي بتمص بيها الأكل. فوق السفنجة دي اللي هي تحتانية خالص الإيه؟ الهوستيل. ثلاثة ستراكشر كده بيمسكوا السفنجة ويقوموا مصين منها الفلويد. وبعدين المثلث ده بسميه روستروم. هذا الكلام مش عايز اعرف الديتيلز بتاعته قوي بس انا خدت بالي ان الدبانه ما بتمصش دم هيبقى في اخرها سفينه واحنا بنطلق على هذه الشريحه شريحه عامله زي الباراشوت هي على الناحيه الشماليه شفناها كلنا حتى شبه في الشريحه في المعمل اهي دي بنسميها الايه؟ الهيد او الماسكرا ماوس بارت الدبانه المنزليه تمام؟ طيب الدبانة المنزلية احنا قلنا دي عيلتها هما ثلاث عائلات بس عيلة الدبانة المنزلية ليها اختين بيمصوا دم بيمصوا دم ايوه اللي هي الجلوسايما والاستوموكسيس دي اجزاء ماوس بار لا لا ترزيو ما نزلناش لا شلناها الاستوموكسيس والجلوسايما طيب يا ولاد دول دبانتين بيمصوا دم يعني الجزء الاسفل لابد ان يكون مدفع لابد الجزء الاسفل يكون مدفع علشان الجزء الاسفل اللي انا سميته ها ليبيان اهو طيب انا في عندي دبان الاستوموكسيس وعندي دبان الجلوسايما اللي بيمصوا دم الجلوسايما عادة هتمص الدم بتاعي انا وانا جيلي رؤية ها؟ ابص الاقي فيها زي حاجة طويلة كده زي الابرة وبعدين في بلو الحتة دي بسميها الليبيا شوف شكله ازاي؟ شوف شكله ازاي يا ولاد؟ لان انا جيلي رفيع فهي بتروح مدخلها الجزء ده مصة بيه ده طب والاثنين الطوال دول بسميهم ماكسيلاري بلو سبحان الله طوال وبعدين المثلث ده اللي بسميه روسترام اللي هو فوق. اذا تأني يا ولادنا ان الجلوسايما هعرفها بان لسانها رفيع الجزء الاسفل. طيب الاستوموكسس دي بتمص دم الخيل. طب هو انا دمي جلد الخيل ارفع ولا جلد الانسان؟ يبقى الجزء الشنيور الجزء اللي هيخرج جلد الخيل لازم يبقى تخين شويه ما هوش مدبب زي ده اهو يديني شكل الجزره شكل الجزره يبقى دي استوموكسس ودي جلوسايما استوموكسس هتمص دم الخيل ابص الاقي ادي يا سيدي الحاجه اللي عامله زي الجزره دي استوموكسس ماوس بارت احنا قلنا استوموكسس هتمص دم الخيل اما الجلوسايما هتمص دم ودم حيوانات اخرى ولكن انا جدي رؤية بشكل ميديا بالذات اما الماسكا اللي بتمص دم لا يا دوب مع حته سفنجه بتدلها كده من الحاجه اللي هي تقف على الميوكس ها تقف على ستول تمص الحاجه اللي فيه ها وتحطها عليك يبقى اذا الدبانه ليها الاختين الحلوين والصينا اند ستول طيب جميل وبعدين قلنا الباراشوت مين؟ ماسكا دوميستيكا مش كده؟ قلنا يا اخوانا الاثنين بقيت الماكسيلري بدر طويل ورفيع.
لقيت عليه شعر تقيل يبقى راجل ولا ست؟ ايه الشعر على فين؟ قلت ان القطع صغيرة او دائما الاثنين اللي على الاطراف يبقى مين كيونكس. اما اللي ايه اللونج ماكسيلري باو والشعر خفيف على الانتنة تبقى في مين انفس. تمام؟ طيب يا ولادي ادي المسكر، وقلنا معلش تاني الماكسيلري باو بين كان منفوخ يبقى بتاع مين؟ على طول. وكان قصيرة تبقى بتاعت مين؟ في مين كيونكس. خلاص دول اسهل اجزاء ماوس بار. الناموس يا ولاد، الناموس بيطير ولا ما بيطيرش؟ بيطير، الناموس بيطير، كم رجله؟ اسميه انسكتا. الدبان بيطير ولا ما بيطيرش؟ بيطير، في كم رجله؟ انسكتا ومن عائله الدايبترا، يبقى طير الحشرات اللي بيطير ثلاث ناموسات، ثلاث عائلات من الدبان، ثلاثه هاموش. اللي بيسميها سودو مسكين. طب يا ولاد تعالى كده على اللي بعد كده، ادي استموكسس مش كده ولا لا؟ طيب جميل. هنا اللي على اليمين دي مين؟ والصيدليه هي هي الاشكال ما بتتغيرش. استموكسس وده المصبر. احنا قلنا المصدر اللي غالبا احنا شلناه، شوف الجزء الاسفل السفنجه وليس الجزء عشان يخرم. تمام ديستوموكسيس. طيب نيجي على الاجب بتاع الموسكيتو او الناموس. الناموس حد عارف بيبيت فين؟ في الميه مش كده ولا لا؟ حته ترعه صغيره، حته جنينه بترشها، ها ممكن بعض انواع الناموس تبيت فين. عشان كده بقول هي اشمعنى نازله تبيت في الميه؟ عشان اتاري البيضة وسخ، البيضة لونه غامق، بيض الناموس كله غامق. بس سبحان الله كل ست ليها طبيعة. حد فاكر الفيميل كيوليكس؟ كان المكسيري برضه بتاعها ماله؟ قصير. تصوروا القصيرة دي بتبيض كتير. بتبيض يجي من ما بين 50 ل 200 بيضة. تلاقي بيض 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 زي اللي هو الصف اللي فوق. اللي هو الشكل اللي فوق دي الكيوليكس بتبيض مجموعة، اكتب صف بيض، واحنا قلنا لون البيض هيبقى ايه؟ غامق. طيب جميل، هاجي على شئتها. شئتها مين؟ الاييديس مش كده ولا ايه؟ الاقي ان البيض غامق ولكن سبندل ان شيب، بتبيض واحدة اتنين تلاتة مش صف. طيب اما الانوفلس اللي كان فيها هواء، كان فيها هواء فين؟ فين؟ فيها هواء في مخ في المجزيل اللي بالبي كان مفوق. ايضا في البيضه بتاعه الانوفلس فيها فقاعتين هوائيتين خفاف جدا. هيتعبوني قوي وانا بتفرج على الميكروسكوب، عشان كده وانا بتفرج باخد حقي، باخد حقي في الفولجر. معايا؟ الولد لما بيلاقي حاجه حلوه كده بياخد حقه في الفرجه، احنا عايزين ناخد حقنا في الفرجه، ها معلش في الشريحه. ركز كده عين جهده كده وتبص وتغازل فيها، ده انت شايفه بيض ناموس ماسك شايفه شفايف دبانه، ووب لعهناها نشوف شفايف الدبانه دي مش كده ولا ايه؟ يبقى دي كيوليكس اك طابور بيض اليكس اج. انا السؤال، هل بيض الحشرات صغير زي الديدان ولا كبير شويه؟ هلاقيه كبير شويه، يبقى يتحط في الميكروسكوب باللوب باور. ها؟ الميسيس ايج اعرف ازاي ان دي ممكن تكون الميسيس ايج؟ الاقي العدسه راكبه على الشريحه اللي هي هاي باور. انما ده حجم البيض كبير. فيبقى انا هشوفه باللوب باور اللي انتوا ممكن تتفرجوا فيه. في الهيستولوجي اول مره كده في كان لسه يوم العشره كان بيتغير الكيوليكس هيليكس انفتس سهل. كله دوت مو، كله دوت مو، يا دوب بتحط عينك والادجستمنت فقط فقط، لانك يعني انت لو حركتيها ما بتعرفيش احنا ضاغطين عليك. في بعض الشرائح استحاله تحركيها لوحدك، فاحنا حاطين قاعده ممنوع انك تحرك اي شيء. على
على البيض البيض بتاع الدكان. خد بالك انا عندي ست بيضات برضو. الدبانه بتبيض فين؟ حد عارف الدبانه بتبيض فين؟ معقوله مش عارفين؟ معلومات عامه. الدبانه بتبيض في الزباله. فانت وانت بتدور على الزباله لقيت فيها صباع موس وبعموس ومعموس تبقى الدبانه بيضه لان هي بنانه انشي وحتى لونها مش فاهم. شوف شكلها طويل ازاي؟ الموز ايه يا معلم؟ الموز الاجنبي مش الموز البلدي الصغير. شوف طويله ازاي؟ شوف طويله ازاي؟ بنانه انشي ماسكات دي البيضه بتاعت الدبانه اللي احنا قلنا الدبانه بتبيض فين؟ في الزباله. سبحان الله يبقى لونها اصفر. اللي في الميه تبقى الحاجه اللي فيها لونها غامق، انما دي في الزباله يبقى لونها اصفر عشان تبان. الدبانه المنزليه الدبانه اللي كان ليها اختين بيمصوا دم الاستوموكسيس بتاع سميس تمص دم مين؟ بيبقى عامله زي الجرايف والكروزاينا اللي بتاعت انا اللي بتنقل لي بولي مونوفيتس. تمام؟ نيجي على السايمكس. السايمكس ده بق. السايمكس ده ايه؟ بق. البق في ناس كتير جدا بقى لا تعلم ما هو البق. كده عسل؟ تمام؟ البق. البق ده في بعض الناس يعرفوه اسم الاكلات، هنشوف صورته هنتعرف عليه. بس البق ده بيبقى عايش في السرير. سياده الكنابي كده على بنسميه بيت بق او سايمكس للتراث. سيادة الكنانة على السرير تقوم تخليكي نايمة وتيجي تزول بالليل تبص الدم وترجع تستخبى تاني في السرير. عشان كده بنسميها temporary ectoparasite يعني تاخد حقها من الزيارة وتروح تنام تاني في بيتها. السايمكس والبيت بريد هو ده اللي احنا بنقول عليه اوبرتونيت او عامل زي البتنجان. تبقى واحدة البتنجان اللي هو نصف المنحشي العودة كده أهو ده. ها؟ واحد بيقول لي طب ما هي دي أنا أنت بتقول لي دي أوبرتونيتي ما جايز تبقى شبه الفشولة. بقول لك لا الفشولة حقيقة إيه؟ عيطار إنما دي باللوبة وتبقى تمام شبابة وسخة كده. هنشوف دي البقة. أمال دي مين؟ قال دي بقى دي الأمل اللايس. احنا عندنا في الكليه في منها اثنين، واحده واخده لون احمر وواحده لا واخده لونها اصفر، اللي موجوده في المعمل لونها اصفر. البق ده بنسميها بيرمننت اكتوباراسايت. يعني ايه بيرمننت؟ ان يقيم اقامه في البور وارد نايم شاب والد ومربي عياله على راسي. واخد بالك يعني لما حد يقول لي انت على راسي تفهم هو قصده ايه؟ ها؟ قاعد على راسي فول بور. حتى لما تيجي البيض تقوم تلاقي شعره طالعه من راسي وتروح حاطه البيضه بتاعتها. ادي الشعره ادي الشعره وادي البيضه. شعره ايه؟ شعره البني ادم. والبيضه دي طبعا اكيد بتاعه الامن. ليه؟ اوعى تنسى لان دي بيرمننت اكتوباراسايت. حشره اقامه كامله. السايمكس او معظم الحشرات تيجي تزورني تمص دمي وتروح. الناموسه تمص دمي وتروح. اسميها temporary ectoparasite. احنا عندنا كم ناموسه؟ ثلاثة. مش كده؟ ادي ادي اللايس ادي السايمكس وادي الماسكه دوميستيكا او الذبابه المنزليه. طيب يا ولاد واحنا اوعى تنسى الدبانة حبيت فين؟ في الزلال. جميل. ادي للدكتوره واقول لها بقول لك انت شفتيني من قيمه سنتين؟ تقول لي لا لا اسكتي. ما انت لو كنت شفتيني من قيمه سنتين كان شعر اصفر وعناها خضر. الواحد مبتسمه كده ابتسامه فيها خباثه. يعني هي عايزه تقول طب اماره ايه؟ أقول لك لا لا بس أصل أنا أثناء الديفلوبمنت بتغير تماما.
مش في 20 سنة شبح زفان. واخد بالك من 10 سنين كنت شبح كنت جميل قوي. ها؟ لما كل مع الجسم كل مشاكل اتغير. ده بسميه في الحشرات كومبليت ميتامورفوزيس. يعني الأطوار تختلف تماما عن بعضها في الشكل. واحنا عندنا يا أولاد الناموس والهاموش والدبان والبراغيث. الناموس موسكيتو هنا ثلاثة. الدبان هنا ثلاث عائلات من الدبان. أولهم عائلة الدبان المنزلية والاثنين اللي بيبصوا لنا. والهاموش الهاموش احنا واخدين منها ساند فلاي أو فيربوتومس في مصر والسيميوليان أونيكويد. دول الهاموش كام؟ ثلاثة. ها؟ والبراغيث ثلاثة أساسيين. كل دول لما بيجوا ينمو بيتغيروا تماما في الشكل. بعد كده البق المؤمن واللي بعد منه لا incomplete. incomplete يعني ايه؟ يعني جبت لك صورة من 10 اللي هو انت ده، هو نفس السحنة وهو نفس اللون وهو نفس العينين مع طرز غير كامل. incomplete شوف كلمة incomplete غير كامل. متامورفوز يعني. تصوروا بقى ان دي هتطلع يرقة الناموسة شكلها بعيد تماما 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 عن الناموسة. لا شايف ليها جناحة ولا شايف ليها رجلين ولا شايف ليها اي حاجه. انا كل اللي شايفه هيب. شوف الهيب ليها 2R وزي شكل ثوركس 3 سيجمنت بس بيبقوا متحدين مع بعض. بس الثوركس اعتقد واضح انه ادخل شويه من ايه؟ واضح انه ادخل شويه منين؟ ها؟ واضح انه ادخل من مين؟ ال وبعدين ابدون دي لارفه حجمها كبير. اللارفه دي هتفقس البيض بتاعي الانوفلس. واخدين بالنا؟ الانوفلس اللي كان بيضه كان فيها ايه حد فاكر؟ اول قاعدين هويتين. ادي الراس ادي الثوركس ادي الابدون والابدون في الاخر خالص في حد شعر خفيف قوي شعرتين. دي اليرقه بتاعت الانوفلس جميلة وسهلة ما فيهاش أي حاجة. نفس المنظر تأمل وشها أنت تتأمل وتتفحص زي ما قلنا تتفرج على صورة جميلة حلوة. سبحان الله خلقته كده يا ولاد. أدي الهيد أدي التو أي ده حاجة بسميها مصر برش. شوف الستوركس اللي هو الراس. شوف الأبدومين في الآخر خالص في شعر. دي مين دي؟ دي الأنوفلس لارفا اللي محطوطة برضه في المية. لا شايف رجلين ولا شايف أجنحة ولا شايف أي حاجة. طب يا ولادي في بعد كده الأختين الحبيبتين لبعض اللي هما الناموستين التانيين الكيوريكس والأيد. الكيوريكس أدي راس أدي ثوركس أدي الأبدومين. بس الأبدومين في أخيرها حاجتين مش حاجة واحدة زي الأنوفلس. ايه؟ انبوبه كده طويله بسميها سيفون. حد عارف السيفون؟ بنت جدتك تمام كان في بدل الكومبينيشن سيفون. هذا انت علاقه فوق كده تخش بالمؤاخذه تعمل شيء شد السيفون حصل هنا اسمه فقط سيفون. سيفون دي عباره عن انبوبه بتتنفس منها. مارتن دي لاست تو سيجن. طب يا ترى الايدز عامله زي الانوفليس ولا زي البيوليكس في الاربعه؟ اقوم اقول لك لا ده الانوفلس ما كانش فيها سيفو مش كده ولا ايه؟ اما البيوليكس والايدكس فيها ايه؟ سيفو. طيب احنا فاكرين البيوليكس كانت بتبيض بيض كتير 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 مش كده ولا ايه؟ باتش كده غالي. البيوليكس ابص الاقي ادي السيفو لوند النار. يعني ايه لونج النارو؟ يعني طويل ورفيع. دي انا هعرفها منين؟ اول ما اقول لك بص ده اخر بلاستوسين من غير ما الشعر يبقى هيخش معايا في الفم. الايه دي ادي خمس ست مرات. السيف دي ادي خمس ست مرات. اهي المربع اهو. احنا قلنا من الشعر والشعر ده هتبقى دي لونج النارو. تبقى دي بتاعت مين؟ كيوليكس. اما شوفي
او الشعر شد اهو، الاقي الايدي دي شورت اند بروك شويه، يعني تقريبا قد اللاست سيجمنت مرتين او ثلاثه ماشي. حتى لو حبيت اتامل اجي في منتصف السيجمنت هنا اشوف الحته دي قد ايه، واشوف هنا الحته دي قد ايه، الاقي ان برضو الطول ده قد العرض بتاع السيجمنت بس قليل قوي، يعني شوف هنا العرض قليل قوي. واحد فعلا طويل ورفيع، العرض رفيع وعليها طويله في السيف، اما الايديس لا، العرض برضه مش زي العرض بتاع السيف بتاع الكلمه. اذا انا عندي اليرقات بتاعت الناموس، ادي العرض بتاعي اهو، شوف قد ايه، وشوف طويله قد ايه، يبقى دي لونج النار. شوف ده تامل اخر، تامل اخر. ان كنت مش هعرف اخد بالي الفرق ما بين اللاست سيجمنت اللي هي 1-5، الايديس 1-3، افرض ان انا لسه مش عارف، ابص الاقي لا والله واضح انها شويه لونج. والايديس فاكرين البيضه بتاعتها؟ اسبنجل شيب بس كده. واللي كان فيها هوا بتاعت مين؟ شوف الانافلس ما بقاش سيجمنت، فيها في الاخر شعرتين. هخش الاقي الشكل رايح بهذا الشكل، وهي اسهل انواع الشر. طيب تعالى على عائله الدبان. الدبان احنا قلنا بتبيت فين؟ الاقي ايه في الزباله؟ موز 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 طويله كده، وموز بتاع بره صغير البلد الحلو بقى بتاع طويله كده ما فيهاش طعم. طب ماشي، سمعت اغنيه الاستاذه الدكتوره شيرين وهي بتقول الجرح تاني؟ التاني يا عيني الست جالها جرح، قام الجرح عفن ما خدتش بالها، اما الجرح عفن جت الدبانه باضت عليه حطت الموز خلاص. طب وبعدين الدبانة لما حطت الموز طلعت وفقست اليرقة عليا، يعني مش بس الدبانة باضت عليا، دي باضت عليا وانتظرنا لحد لما يرقة الدبانة التي لا تشبه الدبانة اطلاقا، مفيش اي حاجة من الدبانة، ده انت تشوفيها تقولي عليها دودة، اقوم اقول لك انا دوت، انت لو خدت بالك بس هي قطع الحتة دي من الاغنية، جرح تاني انا دوت، جرح تاني انا دوت، دوت يعني ايه ما يزيز؟ الدبانة، طب الدبانة باظت ليه؟ عارفة ليه؟ لأنها لا تقرأ، إنها تشم. ما هي لو كان بتقرأ تحت ماي صندوق قمامة، وأنا مش مكتوب عليا صندوق قمامة. إنما هي شمت الريحة الوحشة بتاعت الجرح، الجرح ده بقى لا مؤاخذة ممكن لا قدر الله يكون كنكري، ممكن لا قدر الله يكون قاعيد في المستشفى ولابس بامبرز وعامل ديفيكيشن، ها؟ قوم الدبانه بيضة عليه، ها؟ اسميها احيانا نيوكوميا انفكشن. اذا هذه الحشره لما باضت اللي هي عائله الدبانه لما بيض عليا تفتس حاجه اسمها لارفا، هذه اللارفا شبه اقوم يبقى الموضوع المهم عندي في المذاكره النيزيز او التجميد. ادي يا سيدي اللارفا، في اخر اللارفا في خرمين اللي هما دول، الخرمين دول هما الكارنيه بتاع اللارفا. يعني ايه الكارنيه؟ يعني انا بعرف بيه اليرقه دي بتاعت مين. اخر خرمين يا اولاد، فالماسكه دوميستيكا ماضيه، هي اسمها ماسكا دوميستيكا. شايف الخرمين؟ ادي خرم تاني، شوف حرف دي عشان تكتب ماسكا اهو، وبعدين في هنا خطوط اللي هي دي بسميها شقوق، ام شيب اقول ام شيب فيتس، وبعدين الزرار ده، الزرار ده بسميه ميديال بطن اللي هو متشاور عليه. اللي ايه؟ انت بتبقى جايلك الحاجه مظبوطه، عشان كده الدكتوره قلنا لا ما بتلعبش في الشريعه، انا ببقى جايب لك ادي اللارفه، لو حركتيها مش هتعرفي حاجه،
بس احنا بنبقى نظبطها على المنظر ده. ايه المنظر دي؟ فتحات التنفسيه الخلفيه لرقه الدبان. احنا قلنا الدبانه بتبيض عليا ايه؟ على الزباله. يعني هي الدبانه ما بتدورش على انسجه ولكن خطا انبطت عليا كده؟ اقوم دي بسميها اكسيدنتالي التنويج بالمسطره. هي الدبانه بس يعني دخلت عليها غلط، الدبانه ما بتدورش على انسجه ولا حاجه. ولكن دخلت عليا غلط. ها؟ اقوم اسميها ايه؟ الفتحات التنفسيه الخلفيه الايه؟ ليرخة الدبانه. بوستيريو سبايركلز اوف لارفا اوف مسطره. الدبانه المنزليه. الدبانه المنزليه احنا قلنا عائله الدبان كم عيله؟ وقلنا اول عيله مكونه من الدبانه المنزليه و الاثنين اللي بيمصوا ده اللي هما مين؟ ستوموكسيس و اجروساين. مش كده ولا لا؟ طيب اغلس عليكم شويه معلش انا اسف. دي اول عيله. في عيلة تانية بسميها عيلة الدبان الملون. في دبانة خضراء وفي دبانة زرقاء. ده عيلة اللي بسميها ميتاليك فرايز. شكل الدبانة بس واحدة خضراء والتانية زرقاء. العيلة بتاعتهم بنسميها كاليفورا أو كاليفوريدي. واحدة زرقاء والتانية إيه؟ خضراء. هو غمس عليك ده العيلة التانية من الدبان. اقول لك دي ما بتعملش حاجة أكتر من التجويد. التجويد اللي احنا سميناه بالإنجليزية إيه؟ مايزيز. ها؟ ما بتيجي تبيض على أنا أقول لك استني بقى. هنا الكاليفورا اليرقة بتاعتها برضو عاملة زي الدود. ولكن في الآخر خالص يا دكتور معايا الاقي الفتحات التنفسيه الاثنين بس بقى مش دي شيك. لا 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 تريانجل او بير شيك. الماسكه كانت دي شيك والكاليفورا اللي هي الدبانه الزرقاء كلوز والسيركل اهو في دايره بسميها ميديا البطن. وبعدين الشوك هنا عندنا دي بسميها فتحات التنفسيه الخلفيه ليرقه طب ممكن نغلس عليك كان زمان في مثل يقول لك يا فلان انا بحبك قوي يا مريم بحس ان ما ظبطتش معايا حموتك بحيث الدبان الازرق ما يعرفنيش طريق جوه. ايه الدبان الازرق ده؟ كاليفورا. ها كاليفورا. ايه الدبان ده ماله؟ الدبان ده ربنا خلقه بيدور على الديد تيشو عشان يبيض عليه مش يبيض في الزباله. لا 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 ده مؤاخذة. فار ميت، كلب ميت، قطة ميتة، سيبها شوية في الشارع تلاقي عليها جبال، ثلاث أربع خمس أيام تلاقي اليرقات اللي هي عاملة زي دي. غالبا الكاليفورا الدبان الزرقاء. طب والفتحات التنفسية بتاعتها احنا قلنا دي بير شيب ميديا البطن وبير تمام؟ طيب أما العيلة الثالثة ما احنا قلنا عيلة الدبان المنزلية اللي فيها اتنين بيمصوا دم بس ما فيش غيرهم. عيلة الملون الاخضر والازرق الاخضر اسمها كرايزوبس تمام؟ هنا الزرقاء سميتها الكاليفورا. اما المجموعة الثالثة ساعات وانت قاعد كده في البيت تلاقي الدبانة حجمها كبير. هو خلقتها كده نوع من الدبان مش الدبانة العادية. بنسميها عائلة السركوفاجا. السركوفاجا دي تلاقي دبانة حجمها كبير ولو اتعدلت وجبت بطنها تلاقيها عاملة زي لوحة الشطرنج. تشيس بورد كبير. طب السركوفاجا دي برضه يا ابني ربنا خليها تجري تجيب على الديد تيشو. لما تجري الدبانة تجيب على الديد تيشو بسميها السيمي سبيسيفيك مايزيس. الدبانة المنزلية اللي ما كانتش بتدور على التيشو سميتها ايه؟ انما دي بتميل على ديد تيشو بسميها سيمي سبيسيفيك ميز. واحيانا يا دكتور تميل عليا لو انا عندي جنجرين او جرح يعني تعمل ميز. ادي رقم اثنين. الساركوفاجا نفس تقريبا فتحات التنفسيه قريبه قوي من بتاعه الكاليفورنيا الزرقاء
بس ما فيهاش الميديا البطل، ما فيهاش، احنا قلنا كاليفرا كلوف مستر، انما هنا دي ما فيهاش الميديا البطل وفيها الدايركت سليتس. اذا كان عندي ثلاث فتحات انفسيه، واتمنى ان احنا نعرف نرسم، نعرف نرسم ثلاث فتحات تنفسيه، واتمنى ان احنا نعرف نرسم. تبقى دي ساركوفاجا، دي ماسكا، دي ماسكا ولا لا؟ ماسكا ايه؟ كلمة الساركوفاجا اللي هي العيلة رقم 2 عبارة عن البنتين، واحدة اسمها ساركوفاجا، واحدة اسمها ويلفارشيا. ويلفارشيا دي ربنا خليها لازم تجري تدور على البيض على نيجي تيشو. تقريبا بتاعة حيوانات، بقرة، غنم، تجري البيض على نيجي تيشو. دي بسميها بقى سبيسيفيك ريليجنس، بانواع التدويج حسب الحشره، يا اما تيجي تدور على ريليجنس تيشو اسميها ايه؟ دي التيشو سيمي سبيسيفيك، مالهاش علاقه بالتيشو، ما تحطش على اكلي. اشهر يا اولاد عندنا تدويج في مصر دود النش. لو فيكم حد بيحب النش بيحب يخش فيه ساعات، بعض البقالين بيعمل جبنه كده قديمه ويروح قاطع فيها حته جبنه رومي على حته مش، ما كانش فيه متغطيه بلاش جبنه. الدود بيجي حشره بيض وتلاقي الدود بيبقى رفيع، يقول لك بايه؟ بدوده. يبقى ادي كده الايه؟ الثلاث بتاعات النفسيه اهو. دي مين؟ مصر. دي مين؟ دي مين؟ ساركوفاجا. كده انا عندي ست يرقات كما كان عندي ست ضلوع. ماشي؟ البيضه اللي لازقه على الشعر بتاعت مين؟ الرايس او البيتو. وقلنا يا دكتور خد بالك ان دي بيرمننت، اكتب على سايلكس دائما على جسمك. السايلكس كانت بتبيض اللي هي عامله زي البتنجان في شهور الحيطان وشو السراير الخشب بتاع زمان، وساعات في المراتب ده السايلكس. الزباله كان فيها الماسكه، ولكن اذا اخطات عليا يعمل اكس ديجيتال مايز ويطلع لي. طيب البلاغيت، دي مين؟ سيبك من العجينين دي، دي مين؟ سبحان الله، دي الشرنقه بتاعه الناموس او الستيج اللي بعد اليرقه. يعني احنا شفنا بيض الناموس، شفنا اليرقه، شفنا البيوبا اللي هي دي، وبعدين هنشوف الماوس بارت بتاع الارض. يعني خدت دوره الحياه شبه كامله، واخد بالك؟ طيب البيوبا دي حد شايف لها اجنحه؟ حد شايف لها رجلين؟ انا شايف راس، راس طلع لها قرنين، القرنين دي بتتنفس بيهم، وادي البطن. هم بقول لك بتاخد شكل قماشي، ادي سبايراتيك ترومبت، ادي كيفالوثوركس ادومين، كيفالوثوركس، وادي الادومين. بهذا المنظر دي مين؟ البيوبا او الشرنقه. سبحان الله، تختلف عن الستيج اللي قبل منها وتختلف عن الستيج اللي بعد منها. قبل منها كان مين؟ الارفا بسيفه الطويل بتاعت مين؟ قصير، شايفه قصير؟ ايديس، مش كده؟ مفيش خالص؟ كلهم بنقول بيوبا او موسكيتو عشان الفروق بينهم بسيطه قوي، في حاجات طفيفه جدا، فما بنقول كلهم بيدوا هذا المنظر اللي هي بيوبا اوف موسكيتو. اللارفا اوف ليه اعتقد انها ان شاء الله هتتشال. هنيجي عندي ايضا في العمل، يشوف رقم ثلاثه معايا ازاي، يا ثلاثه يا سته، يا ثلاثه يا سته. ها؟ مفيش غير أربعة الماوس بارت بتوع الناموس، مش كده ولا إيه؟ إن كان منفوخ يبقى بتاع مين؟ ها؟ قصيرة، جميل، لا مؤاخذة التبانة اللي فيها جزرة تحت، مش كده ولا لأ؟ هنيجي على البلاغيت، البلاغيت سبحان الله temporary ectoparasite، يعني تقرصني وتجري، ممكن تستخبى معاه شويه ولكن ليست اقامه دائمه.
عد فاتن من هو الإقامة الدائمة؟ الله يبقى بأمارة ما باضت على الشعر. عندي البلاغيت هنا سبحان الله بنقول إن في برغوت يفضل دم الفار، في برغوت يفضل دم الكلب، في برغوت يفضل دم الإنسان. ف يعني مجازا قلنا رات لي ضاد لي أو يومن لي، تمام؟ ولكن ممكن برغوت الفار يقرصني، ممكن برغوت الكلب يقرصني. عشان كده معظم أمراض التي تنقل عن طريق البلاغيت زينوتيك. وأشهر مرض بينقلوا البرغوت مين؟ خدناه في خدناه في البكتيريا البليك. عن طريق فار بتاع مين؟ ها؟ معقولة؟ فار عن طريق البرغوت بتاع مين؟ بتاع الفار. مش كده ولا ناس؟ طيب أنا بتعرف على البلاغيت عن طريق رصد. يعني لا مؤاخذة من جسمها ما باخدش بالي قوي. طب يا ترى جسم البلاغيت شكله ايه؟ سبحان الله، شوف جسم البلاغيت، شوف البلاغيت شكله ازاي مختلف. لا لا لا، انا هشوف المنظر ده، دي بلاغيت. اعتقد حكاية الميل او الفيميل مش لعبت، عشان اصلا كنا ليه بنعرف ميل او فيميل؟ عارفة ليه؟ عشان تعرف هتاكل ولا هياكل، تفرق معاه. ان كانت فيميل تبقى تاكل، مظبوط كده؟ مغوي؟ إن كانت ميل يبقى ياكل، صح والله؟ طيب، أما الميل والفيميل كلهم في الهواء سوا بيقرصوا دمي، كلهم بيقرصوا دمي، مش كده؟ أما أجي أقول لك فيميل أنوفلس، أقول ليه الميل ما عملش حاجة؟ الميل ما بيقرص؟ فيميل ساند فلاي، إشمعنى يعني جبنا المدام؟ عشان هي اللي بتقرص، غالباً الستات هي اللي بتقرص، هو الحياة كده؟ طيب شفت شكل البرغوث يا ولاد؟ سبحان الله، شوف راسه جزء الامامي خالص، الامامي خالص ده راسه. شوف بعيد جسمه برضه مكون من ثوركس وابدون. اعرف يا دكتور منين ثوركس؟ الجزء اللي نازل منه رجلين. شوف ادي الراس، ادي الثلاثه بيرت وفي ست رجلين برضه، ها؟ هيبقى الجزء ده ثوركس وادي البطن. حشره مجرد ما اعرف طريقتها مش هنساها. أنا أول مرة شفت هند رستم ما نسيتهاش. فيا رب البرغوث تكون في معزة هند رستم عندكم. واخدة بالك؟ آه، ما أقدرش أقول السما المصري بقى أنا ولا لا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب. أي يا إخواني البرغوث؟ سهلة؟ شايفين البرغوث؟ لا، البرغوث ده رجليه قوية لدرجة البرغوث بيمر. طيب اول بلغوت هنعرفه بلغوت الكلب. ابص في الراس الاقي سبحان الله هذا البلغوت ليه مشطه ومشطه. المشط بسميه كور، شايفين المشط ده؟ اهو اهو مشطه ومشطه، ماشي؟ ده بسميه ايه؟ ده بسميه ايه؟ برغوت الكلب ذو المشطين. طيب خدنا بالنا من المشط؟ طب لحظه كده عشان انا مش واخد بالي، هنا في مشطين ولا لا؟ الواحد والتاني، شوف شكل المشط ازاي؟ ها؟ لقيت مشطين يبقى ده برغوت الكلب. واحنا زمان 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 واكيد زمان غير زوما كنا واخدين برغوت الكلب ده بينقلني حجر من الكلب، بينقلني الدوده اللي اسمها تايتنيديم كانايلس. كنت ببلع البرغوت جامد في الانفكتد ستيج. ها؟ شوف ازاي؟ يبقى اذا الحشرات ممكن تهديني يا دكتور ان انا ابلع الحشره كامله. اهو هذا البرغوت اللي دي كوم، وهذا البرغوث قلنا انه بيفضل دم الكلاب، ولكن مفيش مانع انه يقرصني. عشان كده بينقل غالبا زينوتيك ديزيز. ضاد جميل. طيب شوف انا كبرت الراس شويه، دي فيها مشطين ولا ما فيهاش؟ خلاص تبقى بتاعت الكلب.
هنيجي على اللي يعني هنلاقونا شويه بسيطه اللي هو الريد فلي والهيومن فلي. الريد فلي ده اسمه زينوبسيلا كيوبيس. وهذا الريد فلي اللي هو اسمه زينوبسيلا كيوبيس اللي هو في النص هينقل لي بلاك طاعون. هينقل